ميسي سعدت جولاسو جولاسو نيمار شعل النار نيمار سلام. مساء الخير مشاهدين الأعزاء وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضة اليوم. وقبل البداية نستعرض معكم أبرز العناوين. بايرن ميونخ يتوج بطلا للدوري الألماني للمرة 29. مانشستر سيتي يرفع كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة 6 بتاريخه. حكومة كاتالونيا تقلد الأرجنتيني ميسي وسام القديس جوردي. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. يوم حافل نبدأ بالدوري الألماني، حيث توج بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم بعد اكتساح ضيفي آينتراخت فرانكفورت بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة 34 والأخيرة من المسابقة. ومنذ البداية ظهر تصميم البايرن على الفوز، فافتتح له كينغسلي كومان باب التسجيل بعد مرور 4 دقائق فقط على بداية. وفي الشوط الثاني نجح سيباستيان هيلر بإدراك التعادل لآينتراخت في الدقيقة 50، لينتفض العملاق البافاري ويسجل 4 أهداف متتالية بواسطة ديفيد ألبا وريناتو سانشيز وفرانك ريبري وآريين روبن. وبانتصاره تربع البايرن على عرش البوندسليغا للمرة 29 بتاريخه بعد أن رفع رصيده ل 78 نقطة بفارق نقطتين عن بروسيا دورتموند الوصيف، بينما تجمع مضى رصيد فرانكفورت عند 54 نقطة ليتراجع للمركز 7. نعم مشاهدينا الكرام، ولمناقشة محاور حلقة اليوم ينضم إلينا من العاصمة المصرية القاهرة الكاتب والصحفي الرياضي محمود الباز. فأهلا ومرحبا بك كابتن محمود على شاشة قناة اليوم. ازيك كابتن عبد الغفار وازي كل المتابعين. اهلا بك استاذ محمود. يوم حافل بصراحه في القاره العجوز، بايرن ميونخ العملاق اخيرا يتوج بلقب الدوري الالماني لكره القدم للمره 29 في تاريخه والسابعه تواليا. كفر يا كابتن، من ساعه ما جه ان كل جماهير بايرن ميونخ كانوا قادرين ان هم عايزين ان هو ياخد دوري الابطال اكتر من الدوري، بس السنه دي تحديدا ومع المنافسه الشرسه مع دورتموند ومع الفتره اللي بيعيشها البايرن دلوقتي حاليا من فتره انتقاليه او مرحله انتقاليه بيمروا بيها مع اصابات ومع زياده معدل الاعمار للاعبين، خلت ان المنافسه على الدوري زي ما انت شايف صعبه السنه دي. دخلت دورتموند كذا مره في المنافسه حتى ان هو الدور الاول فنش ان هو بطل الشتاء فرق 6 نقط. بس كوفيتش دايما انا بقول ان هو راجل لما بيتحط تحت ضغط بيأدي وفعلا بيطلع كل اللي عنده، زي السنه اللي فاتت لما كان تعاقد رسميا فعلا مع بايرن ميونخ وقدر ان هو يلعب فريقه فرانكفورت بايرن ميونخ في نهائي الكاس وقدر ان هو يكسبه. برضه الموضوع ده حصل السنه دي النهارده ان هو كان طالب بالفوز مع فريق زي فرانكفورت، وفريق فرانكفورت فريق كبير، قدر ان هو يكسب برضه وياخد اللقب ويحقق اللقب 29 في مسيره بايرن ميونخ، والاول ليه مع البافاري. والاسبوع الجاي هيلعب لايزبرغ في نهائي كاس المانيا، فتقريبا كمحليا هو نجح بنسبه 95% فيما فوق، حتى لو خد لقب الكاس الاسبوع الجاي هيبقى نجح محليا جدا. نعم استاذ محمود. نعم استاذ محمود، اين كان هذا العملاق البافاري الذي كشر عن انيابه الليله في امام آينتراخت فرانكفورت؟ كما ذكرت آينتراخت فرانكفورت ليس بالفريق الهين، وصل الى نصف نهائي الدوري الاوروبي وكان قاب قوسين او ادنى من الوصول الى نهائي البطوله بعد خسارته الصعبة أمام تشيلسي الإنجليزي في ستانفورد بريدج بفارق ركلات الترجيح. أين كان هذا العملاق طيلة مشواره في البوندسليغا أو في تشامبيونز ليج حتى؟ إحنا كابتن لو هنتكلم على بايرن ميونخ السنة دي كمجمل،
هنقول ان هو طريقه كان معاه اياكس، واياكس من احد الفرق الكبيره جدا السنه دي في البطوله. قدر ان هو في مرحله الذهاب، في مباراه الذهاب ومباراه العوده، ان هو يلعب معاهم جيم كويس، وانا شايف ان هو نجح في ان هو يراود الفريق ده، لان الفريق ده قوي جدا. وفعلا احنا شفنا عمل ايه بعد كده مع ريال مدريد، وبعد كده مع فريق زي يوفنتوس. بس احنا لو هنتكلم ان الماتش الذهاب بتاع الانفيلد، انا شايف ان كوفاتش قدر يلعب ماتش كويس جدا. المشكله الوحيده في الماتش العوده، لو هنتكلم برضو على الورق، خلينا نقول ان خبره كلوب في البطوله، او ان انت تنافس فريق زي ليفربول وصل تاني مره على التوالي نهائي دوري الابطال، فالموضوع كان بالنسبه لكوفيتش صعب. انا رايي الشخصي ان كوفيتش يتمد بالدعم السنه الجايه معنويا وماديا، علشان احنا خلينا نقول ان برضو ريبيري وروبن هما الاثنين خلاص اخر سنه ليهم، وفي مشاكل كتير في البايرن زي مراكز كتير ناقصه، زي خلي الدعم كله يبقى ليه، والسنه الجايه سنه الحكم عليه. انما كبدايه موسم، انا عارف ان كل جماهير البايرن عايز اللقب الغايب بتاع دوري الابطال، بس خلينا نتكلم كورق، كبدايه موسم كاول سيزون ليه ناجح بنسبه معقوله الى حد ما. محمود، طيب هل تتوقع استمرار نيكو كوفاتش على رأس الفريق البافاري؟ الفكرة يا كابتن ان هو لو هيمشي يبقى انت لازم تجيب واحد عنده الأوروبية، لان انت لو هتمشيه فانت عايز تاخد دوري ابطال اوروبا. فلو صحيح. احنا بصينا على مين الاسامي الثقيله الموجوده او المتاحه على الساحه دلوقتي، ما فيش غير حد غير ممكن يكون جوزيه مورينيو. وطبيعي جوزيه مورينيو مع لعب او الدوري الالماني، انا شايفها ان هي ممكن تنجح وممكن لا. نعم كابتن محمود، نمر على فريق آينتراخت فرانكفورت الذي ظننا بعد عودته في الشوط الثاني وإحرازه هدف التعادل أنه سيجاري العملاق البافاري، لكن ظهر كالقزم أمام العملاق في الشوط الثاني. فرانكفورت يا كابتن الموسم ده كان ماشي لغايه اخر شهر اللي احنا فيه تحديدا بمستويات هايله جدا. صحيح. خلينا نقول ان هو حتى في الدوري الاوروبي هو اكتر فريق ثباتا، حتى ممكن يكون اكتر من الارسنال وتشيلسي اللي وصلوا لنهائي البطوله دي. مجموعته كانت مجموعه حديديه، وكان معاه مارسيليا، وقدر ان هو يتصدر المجموعه، وكان معاه لاتزيو مجموعه تصدر فيها ب 18 نقطه العلامه الكامله. صعد لاعب فريق زي بنفيكا وقدر يخرجه، انتر ميلان وقدر ان هو يخرجه، شختار فريق قوي جدا. بس اخر 7 ماتشات ليه تحس ان في كبوه حصلت للفريق، كان بينافس حاطط رجله في كل حته ان هو يبقى هيلعب دوري ابطال السنه الجايه، هيبقى ان هو منافس ان هو ممكن ياخد اليوروبا ليج. بس للاسف الشهر اخر شهر تحديدا اخر 7 ماتشات ما كسبش ولا ماتش فيهم، وكان منهم المباراه اللي كانت مهمه جدا مع ليفركوزن، وليفركوزن قدر يكسب 6-1، وعلشان كده ليفركوزن هو اللي راح خد مركز رابع او اقتنص المركز الرابع على حسابه في المباراه زي دي. فانا اللي زعلان عليه ان الفريق زي ده، انا كوفاتش من 3 سنين كان بيدرب الفريق ده وقدر ان هو يشيله من المركز اللي هو كان فيه، وكان مهدد للبطوله الهبوط. السنه اللي بعدها فنش تامن، وبعد ما خلص ترتيبه في المركز الثامن قدر ان هو يلعب نهائي الكاس بدعم حوالي 13 مليون يورو فقط، قدر ان هو يجيب لعيبه، وان هو بعد السنه اللي بعدها يوصل لنهائي الكاس مره تانية وفعلا كسب بايرن ميونخ. خلينا نتكلم من 3 سنين بالظبط يا كابتن، كان القيمه التسويقيه للعيبه فرانكفورت كانت 66 مليون. النهارده احنا بنتكلم ان القيمه التسويقيه للعيبه 281 مليون. ففرانكفورت كان ماشي بخطوات ثابته وخطوات كويسه جدا لغايه اخر شهر زي ما بقول لحضرتك. قدر يا كابتن ان هو يفقد كل حاجه مره واحده بشكل غريب جدا ومفاجئ بالنسبه لي تحديدا. نعم كابتن محمود، بالمقابل نذهب إلى الوصيف، بروسيا دورتموند الذي لم ينجح في الانقضاض على صدارة، لم يحسن استغلال الفرص التي لاحت له طيلة مشوار البوندسليغا، كان متصدر، لم يستطيع الحفاظ على لقبه ليتراجع إلى المركز الثاني، ولم يستطيع أن يقفز إلى المركز الأول لينال المركز الثاني الوصيف في الموسم الكروي. خلينا نقول يا كابتن ان فافر ادى حاجات لدورتموند زي الاستقرار، زي الدعم، زي ان دورتموند بقى ليه شكل. دورتموند كان فريق قوي وكان فريق منافس لكل حاجه لغايه شهر واحد اللي فات تحديدا، وقدر ان هو ينهي بطل الشتاء زي ما احنا قلنا. بس الفكره ان دورتموند عيوبه، لو هنفضل نقولها نرجع 2 3 4 لورا، مركز الدفاع، خط الدفاع، لو احنا جينا نقيس خط الدفاع بتاع دورتموند بالسته الاوائل هنلاقي ان هو في المركز الرابع، 44 جون يخش فيك في الدوري الاسباني، في الدوري الالماني ألمانيا. نسبه كبيره جدا ان انت تبقى عايز تاخد بطوله او عايز تاخد لقب فانت يخش فيك 44 جول. الفكره مش في كده كابتن، برضو الفكره كابتن ان انت لو انت بتنافس بايرن ميونخ، وبايرن ميونخ بيمر بحاله تخبط وحاله زي ما نقول مرحله انتقاليه، لازم تغتنم الفرصه دي. بايرن ميونخ مش كل سنه او كل موسم بيمر بالكلام ده. انت قدرت ان انت تنهي سادس، قدرت ان انت
تاخد مركز مريحك وتلعب مباريات بشكل اريح، حاول تحافظ على المكان ده. انما دورتموند قاعد يخسر كل حاجه بشكل متتالي جدا، طلع خرج من الابطال من توتنهام بهزيمه ذهاب وعوده، بعد كده اتساوى في النقط ب 56 نقطه ليه والبايرن ميونخ، بعد كده كمان جات له فرصه تانية ان البايرن اتعطل وتعثر. فداخل ماتش كان لاينز علينا بينه وبين بايرن ميونخ ان هو الاول، يعني التعادل يكفيه، قدر استطاع ان هو البايرن يكسبه 5-0. فكل العوامل دي ان هي جات لك مره واثنين وثلاثه، ان انت تركب الدوري او ان انت تبقى الاول الدوري او معترض الصداره وتفرط فيها، فانت كده مش عايز تاخد البطوله. نعم، بالمقابل لايبزيغ حافظ على مركزه الثالث، ولكن الملفت في المرحلة الأخيرة هو القفزة الهائلة لليفركوزن بعد تحقيقه لفوز مدهش على فريق العاصمة هيرتا برلين بخماسية مقابل هدف واحد. لو هنبدأ بليفركوزن يا كابتن، فعايزين نقول ان بيتر بوش بدأ شغله يبان. بيتر بوش جه في ديسمبر الماضي، بيتر بوش اخر 6 ماتشات كسبان 5 ومتعادل ماتش واحد في الدوري الالماني. بيتر بوش لو قادر ان هو يحافظ على اللعيبه اللي عنده زي بايلي او زي بيرنانت او هافرز او اللي هيجي له حتى من هوفنهايم ديمر باي، كل اللعيبه دي لو قدر ان هو يحافظ عليها السنه الجايه بالمشروع الجديد بتاع ليفركوزن، لا احنا ممكن نلاقي ليفركوزن بينافس او هيكمل يعني في المستوى التصاعدي بتاعه. وبيتر بوش كابتن تعرف ان هو مدرب خبره، وكان بيدرب اياكس قبل كده ووصل بيها لنهايه الدوري الاوروبي، فهو قادر ان هو يقوم ليفركوزن مره تانية. لو هنتكلم على لايزبرج، فلايزبرج لو طالما جت سيرته يبقى احنا لازم نجيب سيره رافرينك. رافرينك كابتن هو المدير الرياضي لايزبرج، بس دلوقتي هو المتولي الاداره الفنيه ليهم لغايه اما يجي ناجلسمان السنه الجايه. انا شايف ان وجوده على ضفه القياده ناجلسمان ومعاه رالف راكلينك هيبقى اضافه كبيره جدا لايزبرج. لايزبرج بالنسبه لي مقدم موسم طيب جدا اجمالا، وصل نهائي الكاس، اقوى دفاع في البطوله في الدوري عموما، وصل نهائي الكاس زي ما انا بقول. هو المشكله الوحيده الخروج من الدوري الاوروبي، فالخروج منها في مركز ثالث هي دي النقطه الوحيده في موسم لايبزيغ السنه دي، بس اجمالا لا موسم هايل. والاضافه زي ما بقول لك السنه الجايه هيبقى اعلى بكتير مع الدعم اللي انا بقول عليه. نعم كابتن محمود، نبقى مع الاثاره والتشويق انما في الدوري الانجليزي، انما بعد فاصل قصير. توج مانشستر سيتي بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بفوزه العريض على واتفورد بسداسية نظيفة في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. ففي المباراة التي جرت على أرضية ملعب ويمبلي، دخل السيتيزن المباراة بقوة، وتمكن الإسباني دافيد سيلفا من وضع السيتي بالمقدمة عند الدقيقة 26، ثم ضعف رحيم ستيرلينج النتيجة للفريق السماوي بالدقيقة 38. وفي الثاني استمر طوفان بطل البريمير ليج، فعزز كيفن دي بروين تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 61، بعده بسبع دقائق أضاف جابرييل خيسوس الرابع، ليعود رحيم ستيرلينج ويوقع على الهدفين الخامس والسادس لفريقه، ليتوج سيتي بلقب الكأس للمرة السادسة في تاريخه. نعم أستاذ محمود، أيضا السيتي يكتب التاريخ وغارديولا يصنع الحدث، ثلاثية غير مسبوقة لأي نادي إنجليزي في التاريخ يحققه السيتي مع غارديولا، يحقق الدوري الإنجليزي ثم الرابطة الإنجليزية والآن الاتحاد الإنجليزي، ثلاثية تاريخية للسيتيزنز. بيب كابتن محتل إنجلترا في الفترة دي، يعني خلينا نتكلم ان بيبي بعد الدرع، فوزه بالدرع الخيريه وفوزه بالثلاث بطولات او فوزه بكل البطولات في انجلترا، فهو احتل عرش الكره الانجليزيه. بس الحلو في بيبي السنه دي ان بيبي السنه دي زي ما هو اثر على انجلترا، انجلترا اثرت عليه. خلينا نتكلم يا كابتن ان بيب خلى المنافسه في انجلترا مرهقه جدا لكل الفرق. انت بتتكلم ان عشان تاخد دوري من بيب انت لازم تعدي 100 نقطه و98 نقطه. احنا عارفين ان الدوري الانجليزي اصلا دوري مرهق،
ان ممكن تلاقي فريق هبط رسميا للتشامبيونشيب وبيعمل ممكن يعطل فريق متصدر او ان هو ممكن يعمل معاه مشاكل. لا انت بيب بقاله سنتين بيخلي المنافس ليه وبيوصل مسج ان اللي قدامي لا انت عشان تاخد الدوري مني تكسر ال 100 نقطه، والارقام دي في انجلترا صعبه جدا ان انت حضرتك عارف حجم المنافسه فيها قد ايه. فبيب انا شايف ان هو السنه دي زي ما هو عمل كده في الكره الانجليزيه، الكره الانجليزيه برضه اثرت في بيب. لو استثنينا اخر مباراه بتاعه برايتون بتاعه التتويج من الدوري، ممكن نقول ان اخر 10 ماتشات لبيب فاز في 5 منهم بنتيجه 1-0 بس، ودي طريقه جديده لبيب او اسلوب جديد لبيب، لان بيب معروف ستايله او طريقه لعبه عامه. حتى منهم 3 ماتشات قدر ان هو يكسب 2-0 بس، ومنهم كان ماتشين قدام كاردف او فولا. فبيب زي ما ادى للكره الانجليزيه او سيطر على الكره الانجليزيه، فبتغيير كان محتاج شويه خبص او تلون ان هو يقدر ان هو يعرف يكسب ازاي، وبقينا نشوف ان هو ممكن يخرج مهاجمين وينزل لابورت ينزل كومباني. اهم حاجه عنده الثلاث نقط، وبالفعل قدر ان هو يحقق حاجه غير مسبوقه او ما حصلتش في انجلترا كلها، اللي هو تتويج بالثلاثيه. وحتى لو مش الثلاثيه بس يا كابتن، هو السنه اللي فاتت قدر ياخد الدوري، والسنه دي قدر ياخد الدوري، وهو بقى لنا 10 سنين ما شفناش ان في فريق في انجلترا بياخد الدوري مرتين ورا بعض من ايام السير 2007 2008 2008 2009. فكل دي نجاحات لبيب في انجلترا، وكل دي حاجات نقدر نقول ان السيتي كلها بقت منظومه عامه تنقسم لجزء تكتيكي اللي هو ناحيه بيب، وفي جزء اداري كبير ناحيه منظومه السيتي. انديه انجلترا العقد الاخير تحديدا يعني كانت بتنافس من اكتر الانديه، يعني تشيلسي ومانشستر يونايتد كانت بتنافس السيتي. السيتي قدر ان هو ياخد منهم بطولتين، بطوله مع مانشيني وبطوله مع بلجريني، كان بنفس فريق قوي. انما الفتره اللي احنا فيها تحديدا دي لا، البلان اتغيرت. اداره السيتي دعم جوارديولا بكل الاشكال. احنا يعني خلينا نتكلم كورق ان انديه انجلترا بتنافس منظومه كرويه كبيره قدرت انها تعملها السيتي ببلان مدروس، بخطه كان على راسها بيب انه يتولى القياده. حجم استثمار كبير جدا، ماركتنج، تسويق، كل حاجه في الدنيا مأهل الفريق ده ان هو ياخد لقب الاوروبي اللي هو بيب جاي علشانه. وانا شايف ان النقطه الوحيده الناقصه بيب كابتن السنه الجايه اللي هو زي ما اتعامل السنه دي في الدوري الانجليزي يتعامل في دوري الابطال، لان هو وجوده في فريق زي السيتي ومعدل الاعمار اللي معاه جوده اللعيبه المتوفره في السيتي يقدر ان هو ياخد اللقب الاوروبي للسيتي، اللي هيضع فعلا السيتي في المكانه الناس عايزه انصاره او الاداره جايبه بيب عشان النقطه دي. نعم كابتن، بغياب سيرجيو أغويرو تعملق رحيم ستيرلينج، سجل ثلاثية هاتريك وصنع هدف، يعني كان نجم المباراة في غياب سيرجيو أغويرو. لا رحيم ستيرلينج كابتن مع بيب السنة دي بتغير تماما، وبقى لعيب متطور ومفيد صحيح للفريق بشكل كبير جدا. السنة دي دخل جاب 17 جون، ساهم في جوان كتيرة، تغيراته في المركز، مركز لعبه وطريقته وستايله، حتى كل الكلام ده يحسب لجوارديولا. جوارديولا قدر يطلع ويعنف كل حاجة عن ستيرلينج. حتى ستيرلينج من كام يوم طلع قال تصريح ان بيب قال ان اي في تراخي او اي في تأخير او تأخر على التمرين او رعونة ان انا هدي عقوبات صارمة، وان انا لغاية ما فعلا بيب او السيتي فعلا وان هو ياخد المركز الاول من ليفربول، وبعد كده شال كل الكلام ده. فبيب طور ستيرلينج السنه دي تطوير هايل، حتى احنا شفنا ده في منتخب انجلترا مش في السيتي بس. ستيرلينج السنه دي متطور بشكل كبير جدا، ودي تحسب لبيب طبعا. صحيح ابراهيم، في المقابل واتفورد ظهر كالحمل الوديع، لم يستطع مجارات السيتيزنز. لو كان هناك متسع من الوقت لاضاف لاعبو السيتيزنز المزيد من الاهداف في المباراه النهائيه. خابي جارسيا كابتن بدأ بداية كويسة جدا، وكان معترس إدارة الترتيب الدوري الإنجليزي السنة دي في أول 4 ماتشات، بس مع دخول في الأجواء بتاعة الدوري أكتر فأكتر فبدأ الحبل يفك منه زي ما احنا بنقول بلغة الكورة. يعني أنت بتلعب السيتي أو كفريق في إنجلترا في آخر سنتين على الورق، القيمة التسويقية للعيبة واتفورد كلها ما تعديش 181 مليون يورو، قيمة التسويقية لمانشستر سيتي لوحد الفريق كله بليون 140 مليون يورو، ففي حجم كبير قوي في كل النواحي. بس خلينا نقول ان واتفورد فريق قدر يعمل اللي هو عايزه لغايه المباراه النهائيه، طلع فرق زي نيوكاسل وولفرهامبتون. بس وجود السيتي وجود بيب في انجلترا السنه دي مرهق جدا على اي فريق يا كابتن، زي ما بقول لك صعب ان انت تاخد منه بطوله كنت السنه دي، وخصوصا بعد توديعه الابطال من توتنهام.
فجارسيا قدر ان هو يوصل للمباراه دي، قدر ان هو يخلص في المركز ال11 في الدوري، قدر ان هو يلعب 4 4 2 بشكل كويس، لفت انتباه كتير من متابعين انجلترا ومتابعين العالم. جراي، وانا شايف ان جراي وديني المهاجمين بتوعه ساهموا في 23 جون للفريق، حتى ديلفو او ديكوري في بوكس تو بوكس لما كان بيزيد كان بيقدم اضافه، قدر ان هو يعمل شكل الواتفورد لحد ما، بس وصل لغايه المباراه النهائيه وخسر 6، وده المردود اللي احنا نقدر نتكلم فيه ان هو دخل فيه 59 جول في الدوري، ده رقم كبير برضو على فريق زي واتفورد. كان نعم معناته النتيجه منطقيه قياسا على ترتيب الفريقين في البريمير ليج، مانشستر بطل الدوري وواتفورد يحتل المركز ال11 طبعا، وتغلب عليه السيتي ذهابا وايابا في مباريات الدوري. بالظبط يا كابتن، ده اللي انا كنت بقوله، بس انا اللي انا بتكلم فيه ان فعلا هفضل ارددها، المنافسه مع بيب بقت صعبه جدا في الدوري بالحاجات اللي هو قدر ان هو يعملها والاضافات اللي هو قدر يديها للسيتي السنه دي والحاجات اللي غيرت في الدوري الانجليزي منه. فخلينا نشوف السنه الجايه بقى ده الشكل او التحدي الاكبر لبيب اللي هيبقى فيه الاوروبي مع الدوري الانجليزي، هيقدر ان هو ياخد اللقبين او ان هو يركز في اللقبين او لا. نعم كابتن إبراهيم، نبقى في أوروبا لكن بعد فاصل قصير. منحت حكومة إقليم كاتالونيا الإسبانية نجم نادي برشلونة ليونيل ميسي وسام القديس جوردي تكريما له على مسيرته الرياضية والإنسانية، وأكد المنظمون أن الحكومة اختارت النجم ليونيل ميسي لمنحه جائزتها التقديرية لاعتبارات رياضية وإنسانية عديدة، ففي الجانب الرياضي حقق إنجازات كروية رائعة جعلت منه أفضل لاعب كروي لاعب كرة قدم بجميع العصور، وفي الجانب الإنساني يمتلك النجم الأرجنتيني مؤسسة تتعاون مع العديد من المستشفيات في الإقليم الكتالوني، بالإضافة لمساهمته بإنشاء مركز لمعالجة مرض سرطان الأطفال في برشلونة. يذكر أن جائزة القديس جوردي تم إطلاقها منذ عام 1981، ويعد الوسام الأرفع في إقليم كتالونيا، وتمنحها الحكومة المحلية سنويا للأشخاص أو المؤسسات الذين يقدمون خدمات متميزة للإقليم أو حتى الذين دافعوا عن هويتها بإقامة أنشطة مدنية أو ثقافية ذات صلة. نعم زميل محمود، قصة حب وعشق متبادلة بين الإقليم الكتالوني وليونيل ميسي، قصة حب لا تنتهي مع مرور الأيام. طبعا يا كابتن، احنا لو هنتكلم عن لعيب تأثير مباشر للفريق على مر العصور فعلا فهو هيبقى فعلا ميسي. خلينا نتكلم ان برشلونة فريق كبير، بس بوجود ميسي هو لا، هو مش فريق كبير، هو وحش في اوروبا. قبل ميسي كان برشلونة في حتة، وبعد ميسي برشلونة بقت في حتة تانية فعلا. لو حتى في ناس بتقارنه بمارادونا في مع نابولي او الانجازات اللي حققها، بس تاثير قوي لعيب في الكوره على مر العصور كلها، تاثير ليونيل ميسي هو اكبر تاثير على الفريق. احتكار في اخر 10 سنين الدوري 7 مرات، كاس، دوري ابطال اوروبا 3 مرات، والمره الرابعه حتى كان مشارك فيها، يعني 4 بطولات أوروبية من 5 في تاريخ الفريق. لا، ليونيل ميسي عمل طفره، نقله نوعيه كبيره لبرشلونه في الالفيه الجديده يا كابتن. انا شايف ان هو فعلا اللعيب الوحيد في العالم على مر العصور اللي تاثير مباشر على فريق معين، حتى اكتر من مارادونا او رونالدو حتى مع ريال مدريد او اي مقارنات باي حد يعني. نعم هو حقق فعلا، سجل للفريق الكتالوني 34 هدفا وهدفين في مسابقة الكأس، و12 هدفا تقريبا 48 هدف في الموسم الحالي، والموسم لم ينتهي بعد. ميسي السنه دي يا كابتن كان اكتر لعيب في العالم عايز، عنده شغف ان هو ياخد دوري الابطال، وكان بيسعى للموضوع ده، وحتى وعد بيه جماهير برشلونه اكتر من مره. شفنا الكلام ده اكتر او اغلبيه الوقت لما كان برشلونه مش فايق فيها، كان ميسي بيتقمص شخصيه البطل الخارق، وكان بيقدر يجيب الـ3 نقط للفريق.
ميسي السنه دي عامل موسم هايل جدا، لو كان فعلا وصل لفاينل دوري الابطال او خد البطوله كنت اقدر اقول لك ان هو واخد الكره الذهبيه وممكن ما نكملش بقيه السيزون. بس خلينا نقول ان كل اللي هو عمله ميسي ده احنا مستنيين منه في الكوبا ان هو ياخد لقب، على الاقل ان هو يبقى لازم يكون عمل حاجه مع ارجنتين علشان المستقبل او في القادم ما يبقاش ان هو ميسي تاريخه كله في برشلونه بس، ان هو فعلا لعيب زيه يستحق ان هو ياخد بطوله وبطوله كبيره مع منتخب بلاده. فانا شايف ان الكوبا هتبقى عامل مؤثر جدا لميسي خاصه في التتويج بالبالون دور السنه دي. نعم، هل تتوقع أن يفعلها ميسي مع الأرجنتين في الشهر المقبل في البرازيل؟ كل الترشحات والتوقعات كابتن بتصب في مصلحة البرازيل، صحيح. بس البرازيل برضو دلوقتي مع تيتي بتمر بمرحلة انتقالية برضو، خلينا نتكلم في النقطة دي، واستبعد كذا حد حتى ما شفنا القائمة. فميسي السنة دي انا كل اللي اقدر اقوله او اللي انا متاكد منه انه هيطلع كل اللي عنده. احنا هنشوف نسخه من ميسي في الكوبا غريبه، هنشوف ميسي نفس الموسم الاداء اللي هو كان بيوصل ليه. انا توقعي الشخصي ان هو ممكن فعلا الكوره تبتسم ليه اخيرا مع المنتخب وياخد بطوله السنه دي وتتوج بطوله يعني. نعم، فعلا ميسي حقق كل شيء مع برشلونه، توج بعده القاب من الدوري وكاس ملك اسبانيا وحتى الشامبيونز ليج، لكنه حتى الان لم يحقق مع رجال منتخب الارجنتين. بين قوسين هو حقق مع المنتخب الاولمبي وحقق كاس العالم للشباب مع منتخب الارجنتين، ولكنه لم يحقق حتى الان اي لقب مع منتخب الرجال. بالظبط يا كابتن، حتى نهايه 2010 قدام المانيا كان موجود. ميسي مع المنتخب، مشكلة ميسي مع المنتخب ان الجماهير او الصحافة او الاعلام كلها رامية في حتة ان ميسي هو السبب في اي حاجة، يعني تضييع ضربة جزاء او ان الفريق يخرج او الفريق يخسر المباراة النهائية يبقى ميسي هو السبب. فهو رايح الارجنتين وهو بيلعب بيبقى عليه حمل وضغط اكتر من ان هو بيبقى بيلعب في برشلونة. فانا اتمنى والجميع بيتمنى ان لعيب كبير، سواء تشجع اي انتماءاتك او ميولك، ان لعيب كبير زي ميسي يتوج ببطوله مع منتخب بلاده، منتخب الاول يعني، بطوله كبيره على الاقل علشان يبقى هو خد كل حاجه، ان ميسي فعلا يستحق اكتر من كده كمان. هناك مقولة زميل إبراهيم تقول أن ميسي يختفي في اللحظات المطلوبة، في اللحظات الحرجة التي يحتاجها فريقه سواء كان برشلونة. شاهدنا غياب ميسي عن المباراة، تقريبا كان شبه غائب عن مباراة الأنفيلد في نصف نهائي الشامبيونز ليج، في مباراة العودة قصدي، وأيضا في المحافل الدولية وخاصة في كأس العالم الأخيرة التي استضافها روسيا وخرج مع المنتخب الفرنسي. هو كابتن احنا لو قسنا الموسم ده زي ما اللي قلت لحضرتك في بداية الكلام، ان ميسي كذا مرة بيبقى برشلونة فيها مش فايق او برشلونة فيها مش في يومه، كان ميسي كان هو بيتقمص شخصية البطل. فالطبيعي بتاع اي لعيب في الدنيا مهما كان قدراته او جودته او اي حاجة ان هو مش دايما بيبقى فايق، مش دايما بيقدم 100% من اللي عنده. فاحنا مش هنسيب مثلا ال 90% او ال 85% اللي هو بيقدمها طول الموسم اكتر ما عنده اكتر من لعيبه كتير، وهنمسك في او هنيجي نحدد بقى في ال 15 او ال 10% اللي ميسي يبقى مش موجود فيها. فانا شايف ان ده ظلم ان احنا نخلي لعيب نقارنه بمنافس كامل او بخطه كامله او بفريق كامل زي ماتش ليفربول. ماتش ليفربول كان فيه تسيد تام من الانفيلد، من جماهير الانفيلد، من لعيبه الانفيلد، من كل حاجه فيها علاقه بليفربول على برشلونه. فميسي ما يشيلش الموضوع لوحده او هو يتحمل المسؤوليه، لا، هو في كذا لقطه وكذا فرصه كانت لكوتينيو او كانت لسواريز لو كانت سجلت كان الموضوع هياخد شكل تاني، حتى مباراه الذهاب فرصه ديمبلي. فمش لازم ان هو ياخد يعني الشو بتاع ان هو السبب في ده وده. حتى برضه في كاس العالم 2010 هيجوين هو ضيع كوره في مباراه المانيا. انا ما بشيلش هيجوين او الناس دي، بس انا بتكلم ان الكوره 11 قدام 11، مش معنى ان انا بديك ان انا خارق او ان انا بجيب لك الثلاث نقط كل مباراه يبقى انا ده فرد او ان انا لازم ان انا ابقى في يومي كل ماتش. لا، هو الطبيعي ان اي لعيب في الدنيا بيبقى في يوم مش يومه، فمش فريق مش هيقع سواء منتخب برشلونه او منتخب الارجنتين وهو ميسي مش في يومه، لازم يبقى في بدايل، في حلول تانيه في غياب ميسي او في عدم تواجد ميسي في الملعب. على كل حال، قصص العشق الكروي ستبقى مستمرة إلى الأبد. في ختام الحلقة كل الشكر لك الصحفي الرياضي محمود الباز، كنت معنا من العاصمة المصرية القاهرة.
والشكر. أشكرك كابتن عبد الغفار، وأتمنى إن أنت تكون ضيف كويس يعني والناس تقبلته. نورت كابتن، والشكر الأكبر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب وحسن المتابعة، وحتى نلتقي في حلقة جديدة لكم منا ومن كادر قناة اليوم، كل التحية والمحبة وإلى اللقاء. سلام.